Il était absent, il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé pour le 29 et vous favorisez celui du 2, c'est pas normal. Ou là vous voulez encore invalider l'Assemblée, j'ai pas compris. C'est quoi l'objectif? Il dit que tu en as le 12, Nachit, on a chez Katonia. Vous avez démissionné. Mais tu démissionnes après le 19, tu peux aller le check comme ça. هذه المشاهد تلخص الوضع الذي باتت تعيشه كرة اليد الجزائرية في الآونة الأخيرة. جمعية انتخابية لم تجري في ظروف طبيعية بعدما تخللتها مشادات كلامية واشتباكات بالأيادية في مشهد يعكس صراع التموقع من أجل مكاسب شخصية بعيداً عن مصلحة العامة للكرة الصغيرة. إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ضربت هي الأخرى عرض الحائط، فمن يحاسب هؤلاء على تعديهم الصارخ لتوصيات الجهات المسؤولة عن مراقبة تفشي الفيروس القاتل؟ تنظيم سيء وفوضى عارمة أسفرت في الأخير عن إعادة انتخاب حبيب العبان رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للعبة. الحمد لله الثقة كانت في المرة اللي فاتت وراهي موجودة الآن أيضا، ونشكر كل الناس اللي صوتوا عليا واللي أكدوا باللي اللي درناه في 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 العهدة الماضية، أعطونا الثقة باش نزيدوا نكملوه. بعدما تحصل الرجل على 50 صوتا مقابل 44 لفائدة منافسه المباشر رئيس رابطة بجاية طاهر عليوية، هذا الأخير الذي قرر تقديم طعن فيما يراه خرقا للقوانين. feuilles différentes, chacun avec sa liste. Donc, à la balle, ça va se passer comme ça parce qu'il y a eu trop de pression. Mettre votre chalier en optoc, mettre votre chalier en massacre. Oui, je vois El Kanounia, effectivement. Je ferai des recours et je saurai quoi faire. ويبقى المأمول بعد كل هذا أن يشهد التنافس من أجل تطوير كرة اليد الجزائرية حدة مماثلة لما شاهدناه في مضمار التسابق على كرسي الرئاسة.